انت عارف بيك؟ انا الطالب سعيد خالد ابراهيم، معهد فن صناعي زقازيق. سعيد برحب بيك طبعا في البدايه، وعايزه اقول لك ان المشروع بتاعك لفت انتباهي جدا. انت كانك مصمم طريق وفي اعمده اناره وفي عربيه، عباره عن ايه بالظبط مشروعك؟ هو المشروع بتاعي عباره عن جهازين، جهاز هيتركب اسفل السياره وجهاز هيتركب في اسفل الاسفلت بخمسة سم. الفكره ان انا هنا عايز اوفر 7% من كهرباء مصر. ازاي؟ عن طريق الجهازين دول. الجهاز الاول هيتركب اسفل السياره، بياخد من بطاريه السياره بعد اكتمال شحنها، ياخد الطاقه دي حوالها النبضات. النبضات ديت بيبقى لها مستقبل، بيحول النبضات ديت تاني بيحولها لشحنات تتشحن في البطاريات بتاعه الكشاف. وبقى كده ان انا وفرت كهرباء واسلاك على الدوله يعني 5 مليار جنيه سنويا. طب والاعمده بقى دورها ايه يا سعيد؟ الاعمده طبعا مستهلك، انا دلوقتي وفرت المستهلك ده على الدوله. يعني انت من خلال العربيه، ببساطه كده من خلال العربيه هتشحن اعمده الاناره؟ جهاز زي ده هيتركب اسفل السيارات، وجهاز كمان هيتركب اسفل الطريق بخمسة سنتي. واول ما العربيات هتيجي تعدي، المرسل هيجي يعدي امام المستقبل، بياخد النبضات ديت يحولها لكهرباء، فبتخش البطاريه تتشحن، يجي الكشافات تشتغل بالليل، وبرضه العربيات بتشحنها. يعني على العكس ان الالواح الشمسيه بتشحن بالنهار بس ومحتاجه شمس كمان، وتكلفتها عاليه طبعا. اما الجهاز بتاعي تكلفته منخفضه وكفاءه اعلى، ومش محتاج لشمس ولا صيانه ولا الحاجات بتاعه الالواح الشمسيه دي. طيب وعشان نشوف المشروع بتاعك ده متنفذ بقى، يعني خلاص بيتم استخدامه على ارض الواقع، انت محتاج ايه عشان ده يتنفذ؟ هو طبعا المشروع ده في البدايه هيكلف زي اي مشروع في البدايه بيتعمل، زي مثلا التليفون محتاج شبكات برضو كتير بتتعمل في البدايه، بس طبعا هو من اول سنه هيجيب تغطيته تاني، هيغطي تكاليفه تاني. بشكرك جدا يا سعيد، اتمنى لك التوفيق. ميرسي يا سعيد.